كابتن مجدي، انت كان ليك يعني مشوار قوي جدا، الحمد لله. يعني انت لعبت اهلي ولعبت زمالك، بدات زمالك وتالقت جدا، وبعدين رحت منه على اليونان مش كده، على تمام باوك، رجعت على الاهلي بالظبط من اليونان وثم الاسماعيلي، فانت جمعت من ثلاثة بتقال قوي، يعني قليلين قوي اللي قدروا يعملوا كده يعني، وكنت متالق في الثلاثة الحقيقة، والحمد لله الحمد يعني لله. كنت اساسي دايما في الثلاثة. الحمد لله. في الزمالك اخر سنه ونص تقريبا بس هي اللي كانت عندي فيها دروب، او اخر سنه ونص، لانه كان في بعض الاختلافات في وجهات النظر كده مع الكابتن عصام بهيج الله يرحمه. كان مدير فني وقتها، كان مدير فني. ده كان سنه كام يا كابتن بقى؟ ده من 87، من نص 87 كده في الاخر ل 89. انت رحت اليونان في 89؟ 89 رحت اليونان. رحت على باوك على طول بالظبط. قعدت كام سنه بقى في اليونان؟ تقريبا 5 سنين، والخمسه في باوك. الخمسه في باوك، ما قضيتش العب في حته تانيه. انت كنت متالق جدا هناك في اليونان. الحمد لله الحمد لله. برضه حصلت مشكله ماديه مع رئيس النادي بسبب ان العقد كان ضعيف في البدايه واختلفنا، وبعدين عدلنا في العقد، فجي في الاخر ما التزمش فحصل فرجعت انفصال يعني. لكن جالك عروض هناك لما انت كنت طبعا معلم؟ طبعا جالي عروض كتير. ما حبيتش تكمل من البدايه خالص؟ لا، جات لي من بره اليونان اصلا. يعني في هولندا وبلجيكا. طب ليه ما كملتش يا كابتن الرحله دي؟ يعني رحله احتراف. لا كملت، رحت بعد باوك رحت ليفسكي صوفيا وخدت الدوري والكاس، ومنه حصل التحول اللي بيحصل في الكتله الشرقيه في الوقت دوت، وكانت بلغاريا خلاص في مشاكل يعني سياسيه وكده، ما قدرتش اكمل، وكان عقدي معاهم مستمر، فطلبت ان امشي، فادوني اعاره لقبرص في الوقت ده. حبيت ارجع مصر في الوقت ده على نادي الزمالك، كان عندهم وجهات نظر تانية. يعني انت كنت عامل حسابك ترجع الزمالك؟ البيت اللي انا خرجت منه تمام وقتها. انما ما حصلش نصيب. كان وقتها كان مدير فني المره الاولانيه كان مكاي، ومعاه كابتن فاروق جعفر. وهي دي المره دي الاولانيه، والثانيه بقى برضه رجعت، بس ما اتفقناش يعني في. وكان الاهلي اسرع في الاتفاق معاك؟ الاهلي كان مش اسرع، كان اكثر جديه يعني. اكثر جديه وافضل كتير يعني. ما قلقتش من الخطوه ان من زمالك لاهلي والجمهور؟ لا خالص 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 خالص، بالعكس. النادي الاهلي نادي كبير جدا طبعا، وانا من البدايات قبل ما العب في نادي الزمالك كنت اهلاوي، والاسره كلها اهلاويه. وبالعكس انت كنت بتميل حتى نفسيا يعني. ولا نقطه تضيف، ما تقللش. في نفس الوقت هو النادي الاكثر فوز بالبطولات، اكثر نادي احترافيه كاداره يعني، كسيستم موجود، اللي انت خلاص تعودت عليه في اوروبا. فلما ترجع ما بقاش في تفاوت كبير يعني. حاجات بسيطه قوي اللي موجوده. واندمجت بسرعه في الاهلي على طول، لانه لعيبه النادي الاهلي في الوقت ده كلها معايا في المنتخب يعني. احنا مش لاعبين كاس عالم مع بعض ولا لاعبين كاس امم مع بعض، وفي المنتخب ماتشات المنتخب رايح جاي عليهم، فالدنيا مش تنساش ان بيبقى دايما اكتر عدد من في منتخبات مصر في المراحل كتيره بتبقى كانت لعيبه النادي الاهلي. انت لعبت في الاهلي 3 سنين؟ 3 مواسم. كسبت الدوري فيهم 3 مرات. الثلاث مواسم خدتوا الدوري؟ خدنا الثلاث مرات في الدوري. كان اتصاب المدير الفني معاكم؟ اول مره كان هولمان. لا انا رحت على هولمان موسمين، وبعدين الموسم الثالث كان تسوبل. طب انت كنت بتلعب بشكل اساسي في الاهلي؟ الثلاث سنين كله. طب مشيت ليه؟ برضه اختلافات في وجهات النظر. اصل انا عندي دايما وجهه نظر. يعني انا مش من الناس اللي بتستسلم. لا مش تستسلم يعني، عندي وجهه نظر بحب اتكلم فيها واتناقش فيها. لو حد اللي قدامي لو اقنعني بخطاها خلاص ما عنديش مشكله خالص ان ارجع فيها، انما لو ما عندوش القدره انه يقنعني فتبقى خلاص. خاصه وجهه نظرك هي الصح، خاصه من التجارب اللي الواحد مر بيها وشافها، فبياخد خبرات بتبقى متنوعه وكتيره، ممكن ما تكونش مع اللي انا بتكلم معاه، فمن هنا بتيجي بقى الاختلاف وجهات النظر. فقررت تمشي؟
قررت ابطل مش امشي وقتها. قررت ابطل خلاص، وقعدت بقى في البيت وكنت زعلان جدا يعني، وانا باخد القرار ده ومتضايق جدا، لان ما كنتش عايز ابطل خالص. انا قادر ادي لسه قدامي مش اقل من 3 4 سنين عشان ابطل كوره يعني. تمام. بس قعدت في البيت اسبوع تقريبا، وكان كلمني بقى ساعتها المهندس مدحت الورداني عشان العب في نادي الاسماعيلي. قلت له انا بطلت، قال لا احنا محتاجينك عندنا وكذا وكذا وكذا. فرحت نادي الاسماعيلي، ونادي الاسماعيلي نادي كبير طبعا ومن الانديه الكبيره في مصر. كان عنده جيل كويس جدا الفتره دي، وكان عملت عقد لمده سنتين، وكان الجيل بتاعنا في الوقت ده، جيل نادي الاسماعيلي في الوقت ده جيل يضرب بيه المثل يعني، من الاجيال الذهبيه في تاريخ نادي الاسماعيلي. كل اللي انت شايفه مع الساحه، المشاهير كلهم، محمد بركات، هاب جلال، عماد النحاس، سيد معوض جالنا في الاخر اخر السيزون، محمد حمص، حمزه الجمل، محمد صلاح ابو جريشه، خالد بيبو. لا كنا تيم تقيل يعني، تيم تقيل تقيل. يعني انت كسبت معاهم الدوري؟ لا وصلنا فاينل الكاس مع نادي الزمالك. وصلنا فاينل الكاس، بس خسرنا 3-1 في القاهره بقى. انت عارف الماتش 97 او 98 99 فانت عارف لما الاسماعيلي بيلعب مع الاهلي او الزمالك في القاهره بتبقى فرص اكتر للاهلي او الزمالك. فاحنا تقدمنا 1-0 بس ما قدرناش كان الكابتن طه اسماعيل ربنا يديله الصحه، هو الكوتش. كان بعد فرانك انجل، كان عندنا فرانك انجل موجود راجل المدير الفني معاك، وكابتن طه مع الاسماعيلي ما بدأش، جه بعد كده. كان هو مدير الكوره او المدير الرياضي حاجه كده يعني، او المستشار الرياضي لمجلس الاداره. بعد فوزت الموسم كده تقريبا مشي فرانك انجل وكمل معاكم الكابتن طه. وصلتوا فاينل الكاس، خسرتوا، وصلنا فاينل الكاس. وقعدت سنتين مع الاسماعيلي. لا كم سنه واحده مشيت بقى خلاص، ما قدرتش. ليه بقى؟ اعلنت اعتزال، بطلت، ما مليت يعني. السيستم مختلف، وانا